الصيدة الجميلة دي من أفضل مكان لصيد التشويح داخل اسكندرية. كمل معايا الفيديو لآخر، إن شاء الله هقولك على المكان والطعوم المستخدمة وكل حاجة تخص المكان. السلام عليكم. بناء على طلب الجماهير كسرنا ملل فيديوهات صيد الغلة وطلعنا بحر النهاردة. ان شاء الله في فيديو النهاردة هقول لكم عن افضل مكان لصيد التشويح داخل اسكندرية. ان شاء الله هشرح لكم العنوان وطرق الصيد وافضل الطعوم المستخدمة للصيد، وان شاء الله لو خدت قرار وحبيت تجرب الصيد في المكان لازم تكمل الفيديو لاخره، في كلمتين مهمين ان شاء الله هقولهم في اخر الفيديو. وسامحوني عشان خاطر انا المكان النهاردة جيت لقيته زحمة فمعرفتش اصور السمك اللي اصطدته ومعرفتش اسجل حتى الصوت. الصيادين ما شاء الله النهاردة الجمعة، فيوم الجمعة عشان اجازة بيبقى فيه صيادين كتير، فانا صورت وبسجل في البيت. اهم حاجة زي ما اتفقنا ان احنا نوصل معلومة. طيب هنيجي للمكان بتاعنا ده جماعة، لسان الكيلو 21. طيب ايه يا عم اللي بيميز المكان ده عن غيره؟ اللي بيميز المكان هنا الترعة، ترعة الكيلو 21 بالصب في البحر. فالبغازي ده في اي محافظة في مصر اللي عنده المكان ده يمسك فيه ويتبت، ده من اميز الاماكن ان انت تصطاد فيها. ترعة بتبقى عاملة مرعى للسمك، فالسمك يسيب الدنيا كلها ويجي يقف فين؟ في الحتة اللي الترع والبحر بيتقابلوا فيها، فده بيبقى مرعى للسمك. تلاقي السمك داخل ما شاء الله بيبقى كميات، لو دخل عليك سرب سمك بيبقى ما شاء الله ربنا هيكرمك منه زي ما صورت لكم في اول الفيديو. دي كانت الصيدة انا واخدها السنة اللي فاتت، ما شاء الله الميرة كانت داخلة كويسة، ما شاء الله ربنا كرمنا السنة اللي فاتت بالميرة متعتنا بصراحة. فميزة المكان هنا الترعة هي اللي مميزاه، عاملة مرعى للسمك. هنيجي لطرق الصيد. الصيد هنا رقم واحد الصيد القصد والمخايلة. الناس اللي بتشتغل قصد بتخيل السمك بالربلات والمعالق من أميز الأماكن اللي بتشتغل بيها قصد. ليه؟ معظم السمك اللي داخل سمك مهاجم، يبقى فيه سمك كتير في المكان داخل على المرعى بتاعت الترعة، ففي أسماك مهاجمة كتير ما شاء الله. كل أسماك أنواع السمك المهاجمة هتلاقيها موجودة، القاروص واللوط الميرة الدراك كل السمك، كبريت ما شاء الله، المياس ما فيش سمكة ما بتخشش ما شاء الله، الناس ربنا يوسع عليهم يعني بيسحبوا خير. فقصد هيشتغل معاك من بعد الفجر بساعة ساعتين بالكتير وقبل المغرب بساعة، ده الناس اللي حابة تشتغل قصد ومخايلة. تاني حاجة تشويح، تشويح ما شاء الله جميل. وبالنسبة للبوصة اليد هي أضعف حاجة فيهم. ليه؟ لأن المكان ما فيهوش فرشة وعر كتير. صيد البوصة اليد يفضل يكون فيه فرشة وعرة كبيرة قدام منك زي خط أبو قير كده. ده بالنسبة لطرق الصيد. طب هنيجي للطعوم. الطعوم المستخدمة يفضل ان انت تصطاد بطعوم حية، عشان زي ما قلت لك قبل كده بيخش عليك سمك كبير وسمك مهاجم، فرقم واحد الطعم الحي. اول حاجة النطاط، النطاط الحي، الشطنارة مش قد كده، افضل حاجة النطاط. وتاني حاجة السمك الصغير بنقول عليه ابو اللول، السمك الصغير البلطي الصغير ده بيبقى فوق من الترعة، بيبقى نوع كده اسمه ابو اللول، في ناس بتلقفه لو موجودة 10 جنيه هيملى لك جردل تصطاد بيه. فرقم واحد الطعوم الحية. تاني حاجة او بقية الطعوم بعد الطعم الحي عندك العقر والبرغوت ودود النار. عقر وبرغوت ودود نار. انا عن نفسي خصوصا في الصيف وانا بروح مثلا من شهر 10 وشهر 10 و 11 رقم واحد هناك العقر. ليه؟ بتبقى فيه الغلنفيش والميرة ما شاء الله كتير، فالميرة والغلنفيش يحبوا ايه؟ يحبوا العقر، وجميع الاسماك بتخش على العقر.
ده بالنسبة للطعوم. طيب هنيجي اخر حاجة، ودي حاجة مهمة جدا هتفرق معاك لو حبيت تجرب المكان. لو خدت قرار ان انت تجرب الصيد في لسان 21 لازم تراعي نقطة. ايه هي؟ ان المكان ده فيه صيادين اكل عيش. بمعنى ايه؟ ان انت هتيجي هتلاقي صيادين اكل عيش، عشان خاطر في ناس بتشتكي ان الناس بتتعامل وحش والجو ده. لقيت صيادين اكل عيش ما عندكش خبرة، سيبهم يخلصوا هم ساعتين بعد الفجر وهيمشوا، وبعد كده عيش حياتك براحتك، وان شاء الله اللي هيجي ربنا هيرزقه ويكرمه.